السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف البرنامج الإلكتروني لتصميم الشوارع الحضرية والخدمات المقدم من أبو ظبي. بيبقى فيه طبعا فرنساوي وإنجليزي وعربي، خلينا نختار العربي. بيقول لك إيه النمط اللي أنت عايزه، شوارع جديدة ولا تحديث لشوارع موجودة ولا نمط تصميم حر. طيب اللي أنت عايزه ده هيبقى طريق في بلدة ولا طريق في منطقة تجارية، فهو بيديك التصميم الأنسب، وأي واحدة فيهم بتختارها بيبدأ يديك خصائص هنا اللي أنت تقدر تعدل فيها. ممكن تكبرها زي ما انت عايز، تصغرها، تعلي المستوى، تنزل المستوى، تغير اللون، عناصر اختيارية تقدر تغير، تخلي مثلا الجانب الأيسر تحط فيه حاجة تانية مختلفة اهوت، تمام، تخلي المسار المخصص للدرجات الجهتين جهة واحدة، خيارات النقل العام ممكن تخليها الجانب الأيمن جانب الأيسر، الحافلات النقل السريع. فهو برنامج متميز جدا جدا، تمام. تقدر تعدل الشارع زي ما انت عايز، تقدر تنقل حاجة من حاجة اهوت، الغرفة بتاعت الصرف الصحي الخدمات بتاعتها تقدر تنقلها بالشكل اهوت. تقدر تظهر الأبعاد كل واحد فيهم وتخفيها زي ما انت عايز، تقدر تطبعها، تقدر ان انت تصدرها، تقدر تعدل الإعدادات زي ما انت عايز. حاجات سهلة جدا ولذيذة ما شاء الله، يعني يشكر القائمين على الموقع دوت.